What does BEB stand for? BEM Extrusion Plan, BEM Extraction Plan, BEM Executables Plan. تمام، طبعا معروف الإجابة. تمام، لا التالتة والتانية يعني ما خدناش قبل كده، هي بيم اكستوشن بلان. بيم اكستوشن بلان وثيقة بتحدد ايه المطلوب من الراجل اللي هيعمل الموديل وهيسلمه امتى، ولو في معلومة ناقصة هياخدها من مين، يعني كل التفاصيل الموجودة، يعني يعتبر زي عقد في كل التفاصيل، بحيث لو اختلفنا نبدأ نرجع للوثيقة ديت. تمام، يعني هو اداني الموديل وبعد كده حسيت ان مستوى التفاصيل قليل، طب احنا كنا متفقين على ايه؟ نرجع للوثيقة ديت. لو اختلفنا الموديل ملكيته لمين، هو قال لا انتوا طالبين كاد بس مش طالبين ريفت، الريفت مش هيدولك غير بفلوس، فنرجع للوثيقه دي. فبيم اكسكيوشن بلان لازم تتعمل كويس، واحنا كنا شرحناها كذا مره في الجاست بيم ات على قناه بيم اريبيا، ارجع ليها وهتلاقي امثله كتير ليها ان شاء الله.